حديثنا مستمر عن دورة المعارض في الوطن العربي وواجهة مصر الثقافية والهامش انطلاق الفعاليات والندوات الثقافية في المعرض في هذه النسخة. كان في ندوة مهمة جدا عن عميد الأدب العربي طه حسين، اتكلمت عن رحلته الثقافية والعلمية وتاريخه الأدبي اللي أبدع فيه طوال مسيرته. خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، استضافت قاعة صلاح جاهين ندوة بعنوان منهجية طه حسين بحضور مجموعة من الكتاب والمفكرين والأكاديميين. حقيقة الحضور اليوم كان رائع، على الرغم من ان الموضوع متخصص، هو طبعا الموضوع ما بين المتخصص والعام. طه حسين الناس كلها تعرفه، في ناس كتير قرياله، لكن في نفس الوقت الموضوع نفسه المنهجية برضو يعتبر أكاديمي وصعب شوية، لكن على الرغم من كده الحضور كان كويس وكان في تجاوب من الجمهور، ولقيت إن في جمهور كتير الحمد لله متابع، ومش كده وبس، وقاري كويس لطه حسين، متابعه من زمان، والأسئلة اللي توجهت للمنصة الحقيقة تنم عن وعي ثقافي الحمد لله يعني شديد ومبشر. المتحدثين الأربعة الحقيقة كلهم، كل واحد منهم سواء الدكتور هيثم الحاج، الدكتور أيمن، الدكتور خالد، كل واحد منهم تناول جانب من جوانب منهجية طه حسين. أنا الحقيقة تناولت منهجيته في كتابه الفتنة الكبرى، وعامة يعني أعماله التاريخية. برضو الدكتور خالد برضو تناول منهجيته في كتابه أو رسالته في الماجستير فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. الندوة تناولت القيمة الفكرية والتجربة المعرفية لطه حسين وإسهاماته في الفكر والتاريخ والحركة الأدبية المصرية والعالمية. طه حسين احنا محتاجين نفكر في المشاريع الكبرى كتير، طه حسين والعقاد وغيره. التجربة المعرفية عند طه حسين بتحاول تستكشف ليس فقط منهجية، وإنما القواعد اللي كان بيتعامل بيها طه حسين مع المعرفة بسرعة. ولذلك أنا بسمي التجربة المعرفية هي تجربة وجودية، جانب منها وجودي. وبالتالي مثلا طه حسين كان يعاند النفس في الدراسة والبحث، وهو ما يتوافق مع تصورات قديمة عند ابن المقفع مثلا عن ذوي الألباب، اللي هم الأشخاص اللي المتميزين في مسألة الفكر والإنتاج المعرفي. يقول لك لابد لمن أراد أن يكون من ذوي الألباب أن يعطي من نفسه الكثير وأن يسهر الليل، ولأن هذا أمر لا يأتي بالغفلة. وطه حسين كان يمثل هذا النوع من المثقفين والعارفين الذين يعاندون النفس ويأخذونها بالشدة. هذا ملمح من ملامح التجربة المعرفية عند طه حسين. ولذلك الفرق بين المنهجية والتجربة المعرفية أنه المنهج هو طريقة التفكير في موضوع بعينه، التجربة المعرفية هي مجمل علاقة الباحث أو الفنان بمنتجه المعرفي. تأتي الندوة ضمن 500 فعالية ثقافية متنوعة لترسيخ الهوية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى عقد لقاءات وندوات مع مبدعين وكتاب ورموز وقامات مصرية وعربية لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل.